للنقاش خلال هذه الفترة الإخبارية. إذن حيث انطلقت اليوم الجامعة الصيفية في طبعتها 11 والتي تحتضنها الجزائر بطبيعة الحال في جامعة بودواو ببومرتاس، وستكون هذه الجامعة الصيفية إذن ستتحدث عن تطورات القضية الصحراوية في مختلف المجالات، إذن تحت شعار نصف قرن من الصمود. إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع يلتحق بضيفي عبر خدمة الهاتف الدحة سيدي يحيى، كاتب وصحفي صحراوي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا أهلا بكم معنا. الحديث اليوم حول هذه الأيام المفتوحة إذن التي ستخصصها الجامعة الصيفية والتي ستكون تحت إشراف إذن إطارات من الصحراء الغربية. بداية برأيكم أستاذ ضحى، اليوم في خضم كل ما يحدث في المنطقة وفي هذا البلد الشقيق، ما هي أبرز النقاط أو التطورات التي يجب التطرق إليها؟ طيب، على كل حال هذه الجامعة الصيفية يجب أن نذكر بأنها تأتي في إطار سنة حميدة دائبت الجزائر الشقيقة على استضافة الإطارات من جبهة البوليساريو، إطارات مدنية وعسكرية مستويات عالية خلال كل صيف. توقف البرنامج بشكل مؤقت مع يعني مواجهة العالم لوباء كورونا، يعود الآن بمعطيات جديدة بعد استئناف الكفاح المسلح. هذه الجامعة أيضا التي تعقد هذه السنة تتميز بأنها تصادف احتفالات الشعب الصحراوي بمرور 50 سنة من الصمود، وهو ليس حدث معزول بالمناسبة، لأنه على طول الآن مراكز الصيف على شواطئ البحر في الجزائر يوجد أزيد من 1600 تلميذ في مخيمات صيفية تستضيفهم الجزائر للضيافة. كذلك يوجد برنامج مؤطر لعدد من الشباب الصحراويين والتلاميذ على مستوى الدول الصديقة في أوروبا، من أجل يعني هناك تغيير، يعني تغيير جو، ولكن أيضا تغيير جو عن صعوبات الملاجئ واللجوء والحرارة، ولكن أيضا الدبلوماسية الشعبية ومشاركة في نشر القضية الوطنية. كذلك يوجد برنامج أيضا موازي للطلبة الذين كانوا يدرسون سواء في الجزائر أو في الدول الأخرى والذين عادوا إلى المخيمات خلال الصيف، هناك برنامج أيضا صيفي للطلبة من أجل تشجيعهم بالفكر الوطني التحرري. مميزات هذه الجامعة التي تحمل اسم الشهيد عبد الله الحبيب، وهو بالمناسبة قيادي عسكري صحراوي بارز، يعتبر أحد النماذج الحية في المقاومة الوطنية، تأتي بعد استئناف الكفاح المسلح مثل ما ذكرت، ولكن تأتي أيضا في ظل تحولات إقليمية ودولية مهمة جدا تشهدها المنطقة، لعل في مقدمتها التحديات التي يطرحها دخول الكيان الصهيوني على الخط بشكل معلن وليس تحت الطاولة، تحالفهم على نظام المخزن، والتحديات الأمنية على مستوى دول الساحل والصحراء، وتحرك هذه الدول في إطار يعني المرحلة الثانية من التحرير، يسميها البعض مرحلة ثانية من تحرير إفريقيا، بالتالي طرد النفوذ الفرنسي وتحرر هذه المنطقة تدريجيا، معطيات تفرض تحديات على الشعب الصحراوي وعلى حلفائه، وتجعل الجزائر الجديدة في مقدمة يعني قاطرة التحرر وقيادة المنطقة من أجل التحرر الاقتصادي والعسكري والأمني والسيادي بالمناسبة. وبالتالي وجود هذه الإطارات العسكرية والمدنية هذه المرة من أجل تبادل المعارف والخبرات مع كوادر وإطارات أكاديمية جزائرية هي فترة أو فرصة مهمة جدا من أجل تلاقح الأفكار ومن أجل تقييم الوضع الحالي وتحديد التحديات القائمة التي تواجهها شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الصحراوي، انطلاقا من خوضه كفاح الوطني لأجل الاستقلال، ولكن أيضا يجد مرة أخرى الشعب الجزائري نفسه أيضا فيها نتيجة التحديات التي فرضتها عليه مكانته التاريخية ومكانة الجزائر الجديدة، سواء كقوة إقليمية ذات نفوذ اقتصادي وعسكري تجعلها مرة أخرى تتحمل مسؤولية حماية المنطقة والدفاع عن حريات ومبادئ الشعوب فيها. طيب أستاذ الدحى، من الأكيد أن الجامعة ستتطرق إلى العديد من المحاضرات التي
ستتناول القضية الصحراوية خاصة فيما يخص المقاومة السلمية في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل القوات أو الاحتلال المغربي، وخاصة حقوق الإنسان. هل لك أن تضعنا في الصورة عن الوضعية اليوم في ظل كل هذه التغيرات في الصحراء؟ نعم، فعلا أحد الملفات المهمة التي سيتم التدارس حولها من طرف نشطاء ومختصين هو ما يجري في الأراضي المحتلة. الوضعية مقلقة جدا، بعد كانت يعني سيئة، ولكن بعد استئناف السلاح المسلح وجد الاحتلال المغربي ذريعا لإغلاق المنطقة نهائيا في وجه المراقبين الدوليين. وتتبع الأخبار يعني بأنه يتم طرد كل المراقبين، لم ينجح يعني أي من المحامين أو الصحفيين أو المقررين الدوليين في وجوه المنطقة من مختلف الجنسيات، سواء كانت أوروبية أو أمريكية أو إفريقية أو غيرها. وكذلك تمت محاصرة يعني النشطاء والنشطاء الصحراويين الذين كانوا على الأقل في الفترات الماضية يستطيعون تلبية استدعاءات، سواء كانت لجمعيات أو منظمات حقوقية تنشط على مستوى أوروبا والمشاركة في بعض الأنشطة على غرار جامعات الصيفية السابقة في الجزائر بالتنسيق مع بعض المنظمات. يتم الدكتور الثاني تسحيب مرورهم، الآن هذا أصبح مستحيل، منطقة مغلقة تماما، ويتم يعني يتعرضون لأبشع أنواع الحصار والمتابعة البوليسية اللصيقة، بالإضافة أيضا إلى سياسة قطع الأرزاق والتضييق عليهم ومنعهم يعني من أبسط الحقوق. يعني هناك من تمسح جوازات سفر منه، وهناك من لديه جواز سفر ولكن تمتنع يعني الوكالات عن تسهيل يعني تذاكر أو إجراءات السفر وغيرها. وبالتالي دراسة هذه الوضعية وكيفية المرافعة عنها وكشف ما يحدث أمام العالم وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يحدث في الصحراء الغربية، لأنه تكاد تكون هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم انفتاح تكنولوجي على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة وغيرها، تبقى منطقة الصحراء الغربية استثناء لأنها تعاني من ممارسات يعني حتى ربما لا يمكن تصديقها في الوقت الحالي، لما نتحدث عن قطع الإنترنت وعن يعني حجز الهواتف الخاصة للأشخاص وعن حتى يعني منع يعني قصر حساباتهم وتهديدهم بشكل مباشر بأنه إذا كتبت أو تحدثت عن هذا الموضوع سيتم الانتقام منك شخصيا، وإذا كان لديه يعني تسجيل لدى المنظمات الدولية سوف يلجأ المخزن إلى الانتقام من يعني من التلاميذ داخل المدارس أو من إخوته إذا كانوا يعني يعملون أو من أحد أقاربه. وبالتالي أساليب يعني أساليب سيئة جدا. نعتقد كمراقبين بأنه دخول يعني الاحتلال الصهيوني على الخط، وبأنه أيضا الموقف الإسباني المخزي وصمت بعض القوى الدولية شجع النظام المخزني في المغرب على التمادي يعني في انتهاكات حقوق الإنسان، ما يفرض على الإطارات الصحراوية وعلى حلفاء الشعب الصحراوي الجلوس معنا ودراسة يعني الأساليب النضالية وإبداع يعني أساليب جديدة من شأنها أن تخفف معاناة المواطنين الصحراويين المدنيين في المناطق المختلفة. بطبيعة الحال هذه الأيام المفتوحة ستحرص على تكثيف الجهود في إيصال صوت القضية. برأيكم ما هي أبرز الآليات التي يجب اعتمادها خلال هذه الأيام المفتوحة؟ أعتقد بأنه التحسيس استغلال يعني فرصة وجود هذه الإطارات من أجل إيصال الصورة الحقيقية للعالم، هذا سيكون مهم جدا، لأنه في النهاية هذه الأنظمة الظالمة لا تمثل شعوبها، وعلينا جميعا نوصل حقيقة ما يجري كإعلاميين ومواطنين وإطارات ومختصين إلى كل بيت عربي وإلى كل بيت أوروبي وإلى كل بيت إفريقي وحتى أمريكي وإلى الجامعات ومراكز القرار، لأنه في النهاية على الأقل يعني نكثف من أو نراكم دبة الإدانة لنظام الاحتلال المغربي ونفتحه أمام التاريخ وأمام العالم. يبقى بعض الإجراءات الأخرى التي تتعلق ب يعني تكتيكات حقوقية وإنسانية يمكن أن يتم وضعها في أجندات من خلال يعني ربما التفكير في ربما يعني إرسال وفود أو محاولة يعني بعض المدنيين يعني الاطمئنان على الأقل على حالة المعتقلين أو غيرها. هذه الأمور يجب دراستها.
الجزائر الشقيقة كل يعني ما هو متاح لديها من فضاءات مفتوحة للشعب الصحراوي، هذا نحن كصحراويين نعلمه ونقدره، وموقفها معلن منذ البداية، ولم يعني يكتب التاريخ أن الجزائر تتعامل تظل أو تحت الطاولة. الجزائر مع قضايا الشعوب بشكل علني تفتح ذراعيها للشعب الفلسطيني وللشعب الصحراوي وكل الشعوب المظلومة، وتترك لهم قاعات الجامعات وفضاءات المعاهد وكل من شأنه أن يمنحهم القدرة من أجل انتزاع حقوقهم. يبقى التحدي على الصحراويين بأن يستغلوا هذه الفرص وأن يرافعوا بكل ما أتيحوا من قوة، ويستغلوا هذا الدعم السخي وهذه المواقف النبيلة التي تقدمها الجزائر ويقدمها بعض الحلفاء في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية. الحال كما أشرنا عديد المحاور ستكون في هذه الأيام المفتوحة خلال الجامعات الصيفية. أستاذ، نصل الآن فيما يخص تناول معركة الثروات الطبيعية الصحراوية، أين وصلنا اليوم من هذا؟ وعلى كل حال على مستوى هذه المحاور التي أشرت إليها الأستاذ الفاضل، سوف تكون هناك يعني موضوع الجانب القانوني، المعركة القانونية ومسألة الثروات، سيكون هناك الملف الحقوقي وما تتعرض له المنطقة مثل ما ذكرنا وكيفية يعني التعامل مع هذه الوضعية الجديدة، سيكون هناك كذلك تقييم أيضا لوضعية ما بعد استئناف الكفاح المسلح والصعوبات والآثار الناجمة عن الحرب، سواء على مستوى استهداف المدنيين من طرف الدرونات أو على مستوى يعني الآثار النفسية التي يتعرض لها الأطفال في المناطق الصحراوية محررة نتيجة القصف والرعب الذي تحدثه آلة القمع المغربية، وكذلك معاناة اللاجئين الصحراويين وكيفية يعني التعامل مع الملف الإنساني في ظل الظروف الحالية، بعض القضايا الأخرى التي تتعلق بالمشاركات على المستوى الدولي، وقضايا تتعلق أيضا بالمرأة وبالطفل، وإذن عدة ملفات سوف تكون مطروحة على مستوى الجامعات، ستتم دراسة الملف التضامني وكيفية تكثيف وتطويره إلى آخره. فيما يتعلق بالنقطة التي أشرت لها موضوع الثروات، معركة يعني بدأتها جبهة البوليساري بكل ثقة، أحرجت يعني كل اللصوص الذين يتعاملون مع الاحتلال المغربي، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي الذي تنكر لقرارات محكمته، وعلى الأقل يعني وضعنا الأوروبيين أمام حقيقة أنه لا يحترمون قضاءهم. الآن مثل ما تابعتم جميعا المحكمة يعني قرارها كان واضح، ومراجعة حتى الاتحاد الأوروبي اضطر إلى الإقرار بأنه أوقف يعني اتفاقية الصيد مع المغرب، ولكن هناك جهود يعني تقودها لوبيات متمصلحة براغماتية تتنكر لحقوق الشعوب ولمصالحها، تريد يعني أن تنهد خيرات الشعب الصحراوي وتحاول يعني أن تلوي يد العدالة في داخل هذه الجامعة. ستكون أيضا أحد الملفات المهمة التي تتدارس إطارات البوليساري والسبل القانونية والشرعية التي من شأنها تستكمل هذا الملف وأن يعني تنتزع حق الشعب. نعم، جزيل الشكر لك. نعم. سيدي يحيى الدحى الكاتب والصحفي الصحراوي على هذه الشروحات القيمة التي وفيتنا بها. دائما في ذات السياق، وننتقل بكم مباشرة إلى جامعة بودواو إذن، وكلمة رئيس الجامعة الصيفية رئيس المجلس الوطني الصحراوي. المعتمد بالجزائر، السيدات والسادة ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، السيد رئيس جامعة محمد بوغرة، السيد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، السيد رئيس الخدمات الجامعية، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، السيدات والسادة منتسبي ومنتسبات الجامعة الصيفية من إطارات الجبهة الشعبية والدولة الصحراوية، جامعة الشهيد عبد الله الحبيب البلال رحمة الله تعالى عليه، أرحب بكم جميعا في فضاء هذه الجامعة المباركة في طابعتها 11 والتي تأتي تتويجا للطابعات السابقة، وقد استفاد منها الآلاف من إطارات الجبهة الشعبية والدولة الصحراوية. الإخوة والأخوات،
الأخوات والإخوة، في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم من قريب أو بعيد في التحضير لهذا الحدث المعرفي والملتقى التضامني والمحطة الجامعة لكل العلوم والمعارف. بعد توقف دام لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا التي شهدها العالم، وهنا أتوجه بالشكر الخاص إلى اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي ترافق الشعب الصحراوي في مختلف محطات التضامن، وإلى ولاية بومرداس المضيافة والتي عوضت هنا على الكرم وحفاوة وحسن الاستقبال. شاكرا لهذا الحضور المتميز لأعضاء السلك الدبلوماسي ومختلف مكونات المجتمع المدني، ومن خلالهم إلى كوكبة الدكاترة والأساتذة والباحثين الذين سهروا على تحضير المواد العلمية والدراسات والدراسات البحثية لتقديم الإفادة لإطارات الدولة الصحراوية. خلال أشغال الجامعة التي ستتمحور حول الأوضاع والمتغيرات الدولية والإقليمية واقع الحرب وتأثيراتها على الاحتلال المغربي عسكريا وسياسيا، انتفاضة الاستغلال في الأرض المحتلة، التحديات والآفاق، المعركة القانونية والحقوقية، مساعي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، الإعلام والحرب الإلكترونية، تعدد وسائل التواصل الاجتماعي وأساليب المواجهة للحرب النفسية التي يمارسها العدو. كما ستكون لنا خلال الجامعة دروس من الثورة الجزائرية ودورها في طرد الاستعمار الفرنسي، وهي مناسبة للاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة في مجال التحرر والتي جعلت من الجزائر مكة للثوار وقبلة للأحرار، وباتت مثالا يحتذى به لكل أحرار العالم من خلال التضحيات الجسام وتقديم أكثر من 1.5 مليون من الشهداء، بالإضافة طبعا إلى محاضرات في الدين والعقيدة وأخرى حول الإدارة والتسيير وقضايا الشباب، وإحاطة قانونية بمقررات المؤتمر 16 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب، فضلا عن الأنشطة الثقافية والإعلامية التي سترافقنا طيلة أيام الجامعة وإقامة معارض استعراض مختلف محطات كفاح الشعب الصحراوي. الأخوات والإخوة، لا يخفى عليكم الدور البالغ الأهمية لمثل هذه المحطات الجامعية في التكوين والتأهيل وتحديث المعلومات للأطر الصحراوية التي تحتاج باستمرار إلى تنمية معارفها والتكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، وذلك ضمن سياسة الدولة الصحراوية منذ اليوم الأول في التركيز على الاستثمار في العنصر البشري وتنمية مقدراته المعرفية والعملية. من هنا فإننا نهيب بجميع الأطر من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ومن مختلف الفروع السياسية للجبهة الشعبية والمؤسسات الوطنية للدولة الصحراوية من أجل التجاوب مع المحاضرين والاستفادة المثلى مما يقدمونه من مواد أكاديمية ودراسات علمية في شتى المجالات، وعكس ذلك في الارتقاء بالمؤسسات الوطنية وتغريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى خدمة للأهداف المشتركة للبلدين
والشعبين الشقيقين، وجعل المحطة همزة وصل بين الإطارات الصحراوية والجزائرية، وبناء استراتيجيات العمل المستقبلي الذي يحقق الطموحات والأمال لكل الشعوب المنطقة في قرض مشرق يسوده التعايش والتعاون والتكامل، ترسيخا للسلم والاستقرار. الأخوات والإخوة، تحمل هذه الطبعة اسم الشهيد عبد الله الحبيب البلال الذي وافاه الأجل المحتوم، وهو يؤدي واجبه الوطني بكل جد وإخلاص، وهي مناسبة للترحم عليه وعلى كل شهداء الثورتين الفاتح من نوفمبر المجيدة وثورة 20 مايو الخالدة. لقد جاء اختيار شعار نصف قرن من الصمود إصرار على فرض الوجود، نصف قرن من الصمود إصرار على فرض الوجود لهذه الجامعة كرسالة قوية مفادها بأن الشعب الصحراوي الذي يجتاز نصف قرن من الكفاح والمقاومة يواصل بلا هوادة مسيرته التحريرية المظفرة حتى تحقيق النصر واستكمال السيادة الوطنية على كامل ربوع الدولة الصحراوية، والتي ستكون بالتأكيد عامل توازن واستقرار في المنطقة. إن هذه الحقيقة تعكس بما لا يدع مجالا للشك. إن هذه الحقيقة تعكس بما لا يدع مجالا للشك الفشل الذريع الذي يتخبط فيه الاحتلال المغربي وما استنجاده الكيان الصهيوني إلا دليل على خسارة كل أوراقه المحترقة في الصحراء الغربية. والتي جعلت نظام المخزن في مواجهة مباشرة مع شعبه الرافض للتطميع مع كيان يشترك في صفات الإجرام مع النظام المغربي. وأمام صلابة وقوة الحق الذي تؤكده مواثيق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في تصفيه الاستعمار من الصحراء الغربية، تتعمق عزلة النظام المغربي وتقترب ساعة النصر للشعب الصحراوي بحول الله تعالى. الأخوات والإخوة، لا يمكن أن تمر هذه المناسبة دون أن نرفع تحية الإجلال. لا يمكن تمر هذه المناسبة دون أن نرفع تحية الإجلال والتقدير لجزائر المثل والمبادئ الثورية حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون على الدعم اللامحدود والمواقف النبيلة في دعم ومساندة كفاح الشعب الصحراوي والمرافعة عن حقه في تقرير المصير والاستغلال بمختلف المحافل والساحات الدولية، ورسوخ هذا الموقف المبدئي الذي سيظل عربون الوفاء بين ثورة نوفمبر المجيدة والثورة الصحراوية، ويسجله الشعب الصحراوي بكل فخر واعتزاز. الإخوة والأخوات والإخوة، باسم كافة منتسبي الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليزاريو والدولة الصحراوية، نعرب للشعب الجزائري الشقيق حكومة وشعبا عن تضامننا ومواصلتنا لعائلات ضحايا الحرائق، ونتقدم إليهم بحر التعازي سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم في عداد الشهداء وأن يلهمنا وذويهم جميل الصبر والسلوان. وفي الأخير أتمنى للجميع التوفيق والسداد ولجامعتنا النجاح. عاش التضامن بين الشعبين الشقيقين الجزائري والصحراوي. نصف قرن من الصمود، إصرار على فرض الوجود، تصعيد القتال بفرض الاحتلال واستكمال السيادة. كل التوفيق والنجاح. وعلى كل حال هذا ملتقى جامعة الصيفية للوطن الصحراوية، ولكن هو ملتقى انطلاقا من الوجوه والمشاركة
الكبيرة اللي راني شفتها، هذا ملتقى للمناضلين، هذا ملتقى للمناضلين والمناضلات، هذا ملتقى لكل حرار العالم. وشكرا جزيلا لولاية بومرداس المضيافة ومن خلالها إلى جامعة بودواو على هذه الفرصة اللي لقاتها من المناضلين والمناضلات وهذه القضايا التحرر وهذه القضايا المصيرية. إذن شاكرين الجميع. مثل ما تبعتم كانت هذه كلمة حما سلامة رئيس الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية وجبهة بوليساريو، إذن على هامش انطلاق الأيام المفتوحة في الجامعة الصيفية والتي تحتضنها جامعة بودواو بولاية بومرداس. مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة.